تمام يا شباب؟ يبقى معنى كده السرعة بتساوي المسافة على الزمن، السرعة بتساوي المسافة على الزمن. طيب تعالى بقى نفكر كده مع بعض، ممكن ان احنا نعملها كده في مثلث، تمام؟ ركز بقى كده معايا. بنحط فوق هنا فيه دي اللي هي طبعا المسافه، بحط هنا عين اللي هي السرعه، واحط هنا زين اللي هو مين؟ اللي هو الزمن. يبقى الزمن. معنى كده، ايوه برافو عليكم، يبقى معنى كده السرعه بتساوي المسافه على الزمن. طيب انا عايز بقى شويه تركيز في الحبه. نعم اتفضلي او اتفضل، مين اللي بيسأل؟ عايزة أعرف سؤال الحركة. عايزه ايه؟ او عايز ايه معلش؟ سؤال الحركة. الحركة تعرفها يعني؟ الحركة هي عبارة عن تغيير موضع الجسم بمرور الزمن بالنسبة لجسم آخر ثابت، ده تعريف الحركة. تمام يا مستر. تمام يا كريم. طب من محافظة إيه يا كريم؟ العياشي. العاشر؟ العياشي. إيه مش سامع والله. سمعتش كويس. الأقصر. الأقصر. الاقصر، اهلا بيكم كل اهل الاقصر، انا كنت هناك في نص السنه اللي فات، ان شاء الله السنه الجايه لما اروح الاقصر كده تقابلني باذن الله تعالى. ماشي حبيبي يا كريم. طيب يبقى السرعه بتساوي المسافه على مين؟ على الزمن. طيب تعالى بقى ركز معايا في شويه حاجات مهمه جدا 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 بتعمل لخبطه وانت بتحل المسائل. اول حاجه ان احنا عايزين نتعرف على الوحدات بتاعتنا. طبعا المسافة، الوحدة بتاعت المسافة، أسأل بقى، أسأل مين دعاء طارق، لا استني بلاش دعاء دلوقتي مش فاتحة المايك. مريم، يلا يا مريم قولي لي يا مريم، السرعة المسافة الوحدة بتاعتها إيه أو إيه؟ يا متر يا كيلو متر. برافو عليكي، يعني بتقول لي المسافة الوحدة بتاعتها يا إما متر أو كيلو متر، متر او كيلو متر. تمام. طب الزمن وحدة القياس بتاعته ايه؟ ها نسأل مين؟ نسأل مين؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن ابراهيم. يا عبد الرحمن نعم يا مستر. يلا اتفضل. الزمن من ساعة لدقيقة. ثانية أو ساعة؟ ثانية. ثانية أو ساعة؟ هو طبعا الدقيقة تنفع بس احنا بنشتغل دايما يا إما ثانية أو ساعة. طيب يبقى معنى كده بقى السرعة، عايزين بقى نعرف الوحدات بتاعت السرعة، ناخد صاصة مصر، صاصة مين؟ صاصة صاصة مصطفى ولا مين؟ صاصة مصر. أيوة مصطفى. مصطفى؟ مصطفى. عامل إيه يا مصطفى؟ الحمد لله يا مستر. يلا يا مصطفى اتفضل. حبيبي يا مصطفى ربنا يخليك. ها السرعة بتساوي إيه بقى؟ الوحدة بتاعتها هتبقى؟ متر كل ثانية أو كيلو متر كل ساعة. برافو برافو، قال لي متر لكل ثانية أو كيلو متر لكل ساعة. طب الشاطر بقى اللي يقول إمتى نستخدم المتر لكل ثانية وإمتى نستخدم الكيلو متر لكل ساعة؟ اللي عارف يرفع إيديه كده. أحمد سعيد أو أحمد سيد، معرفش بقى سعيد ولا سيد، يلا يا أحمد. ها سعيد ولا سيد؟ سيد. سيد، وان شاء الله تبقى سعيد على طول. يلا 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 قول لي امتى استخدم متر لكل ثانيه وامتى استخدم كيلو متر لكل ساعه؟ ايه لما استخدم متر لكل ثانيه لما يكون مدينا في المعطيات متر او ثانيه. تمام برافو عليك. كيلو متر كل ساعه لو مدينا كيلو متر كل ساعه. طب لو احنا عاوزين نحول هنحول ازاي؟ استنى بقى، لا استناني استناني بس 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 واحده واحده عليا، انت كده هتاخد القلم مني وتشتغل انت مكاني. استنى بقى كده عليا يا احمد عشان نبقى ماشيين خطوه خطوه مع زمايلك. يبقى معنى كده احمد بيقول لي ان السرعه بتساوي متر لكل ثانيه او كيلو متر لكل ساعه، ده على حسب ايه؟ قال المتر لكل ثانيه. لو كان في المساله مديني المسافه بالمتر والزمن بالثانيه يبقى كده متر لكل ثانيه. طب لو مديني كيلو متر وساعه يبقى معنى كده استخدم كيلو متر لكل ساعه، يبقى حسب اللي موجود عندك في المساله. طب اهم حاجه بقى عندي اللي انا هتكلم فيها دي. نعم لو سمحت تشرح اللي ادتونا تاني. حاضر. احنا دلوقتي بنقول المسافه، المسافة يا إما متر يا إما متر يا إما كيلو متر. المسافة يا إما بتكون متر يا إما بتكون إيه؟ كيلو متر. طب والزمن يا إما بيبقى بالثانية يا إما بيبقى بالساعة. طب السرعة قال لي يا إما متر لكل ثانية
أو كيلو متر لكل ساعة، يا إما متر لكل ثانية أو كيلو متر لكل ساعة. ده كده عبارة عن اللي هي الوحدات بتاعة السرعة. تمام يا كريم؟ تمام يا مستر. حبيب قلبي يا كريم. طيب التحويلات بقى يا شباب مهمة جدا جدا جدا. ناخد خديجة، يلا يا خديجة قولي لي لو أنا عايز أحول من دقيقة لثانية أعمل إيه يا خديجة؟ إيه؟ خديجة نعم يا مستر. الحمد لله على السلامة يا خديجة، عاملة إيه؟ الحمد منورانا لله. والله. من محافظة إيه يا خديجة؟ كويس. السويس. الله الله على السويس، يعني السمك. يلا يلا يا خديجة قولي لو عايز أحول من دقيقة لثانية أعمل إيه؟ نقسم على 60. قالت لي نقسم، يا نهار أبيض، هي الستين صح بس نقسم دي غلط، نقسم دي غلط. ليه بقى غلط؟ قال لي لأن أنت ها؟ من كبير لصغير. أيوه، من كبير لصغير بنضرب، من كبير لصغير بنضرب. أنا عارف إن الموضوع ده لكن لو بيعمل من صغر لكبير. طب الموضوع ده يا مستر بيلخبطني يا مستر، انا الموضوع ده بتلخبط فيه قوي، ما ببقاش عارف امتى اضرب وامتى اقسم. قال لي بمنتهى البساطه الكبير بيضرب الصغير، لما يكون في واحد كبير وفي واحد صغير طبيعي ان الكبير بيضرب الصغير، طبعا ما عدا الاخوات، انا عارف الاخوات الصغيره هي اللي مطلعه عينينا في البيت، بس في الطبيعي ان الكبير هو اللي بيضرب الصغير. يبقى معنى كده من كبير لصغير نضرب، من كبير لصغير نعمل ايه يا شباب؟ نضرب على طول. تمام، عشان ما نتلخبطش، عشان في ناس بتقعد تقول يا مستر انا بتلخبط ما اعرفش امتى اضرب وامتى اقسم، فمن كبير لصغير نضرب على طول. طيب جميل قوي. طب انا عايز بقى دلوقتي احول من ساعة الى ثانية. ناخد ياسمين. عايز أسألك سؤال بعد إذنك يا مستر. اتفضل يا كريم. عايز أحول الزمن إلى ثواني في 60 ثانية. هو الزمن قد ايه اصلا؟ الزمن قد ايه؟ 60 ثانية. 60 ثانية؟ الزمن كتير. 60. ستين ثانية، انت عايز تحولهم لايه؟ لدقايق ولا لساعات ولا ايه بالظبط؟ إلى ثواني. عايز تحول، هو ثواني، ما انت بتقول 60 ثانية، يبقى معنى كده هي 60 ثانية زي ما هي. عايز أحولها لكيلومتر. لا استنى، ما فيش زمن بيتحول للكيلومتر يا كريم، احنا دلوقتي هنشتغل على الزمن، يبقى يا اما ثانية يا اما ساعة، انما الكيلومتر ده يا كريم بتاع المسافة. تمام يا كريم، ركز بقى معايا. من ساعة لثانية. ياسمين، ياسمين اينشتاين، بسم الله ما شاء الله، ده احنا معانا اينشتاين وشوية ولا حد زويل، بسم الله ما شاء الله، ده احنا معانا عبقرة، ولا انتم مسميين كده عشان دي حصة علوم. هاي ياسمين، طيب ناخد ياسمين، شكل في مشكلة، هي بتقول لي أنا عندي مشكلة. شيماء، 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 المايك مقفول من عندك أنت يا ياسمين، ولا احنا، ولا أنا اللي قافله عليكي؟ أنا مش قافل المايكات والله. طب ثواني، حاضر ثواني يا ياسمين، هسمح لك تفتحي ثواني كده، جربي كده ياسمين تفتحي المايك. طيب بصي ياسمين، لو ما فتحش معاكي اخرجي وادخلي تاني، عشان ممكن تبقى الزوم عندك معلق، فاخرجي وادخلي تاني، هيتلاقي ان شاء الله اشتغل معاكي. طيب والله انا مش قافل، والله انا مش قافل عليكم شباب، انتوا سامعيني؟ ردوا كده عشان ياسمين تتاكد ان انتوا سامعين. ها سامعين؟ الناس كلها فاتحه المايك، المشكلة عندك انت ياسمين، اخرجي وادخلي تاني. طيب ناخد مين، ناخد مين؟ سما، سما، ايوه يلا يا سما، عاملة ايه؟ من محافظة ايه يا سما؟ سما محافظة ايه؟ السويس. السويس برضو، بسم الله ما شاء الله، ده واضح ان السويس هتكتسح، واضح ان السويس عندنا بسم الله ما شاء الله نسبة كبيرة من السويس. يلا يلا يا سما، من ساعة لثانية. ها
الو ايوه سامع سامعك والله. عايز احول من ساعه لثانيه اعمل ايه؟ من ساعه لثانيه؟ ايوه هنضرب هنعمل في 60. ايوه 60 واحده بس. 60 60 60 في 60. ليه بقى يا ليه يا بقى 60 ليه 60 في 60؟ قال لي لا لان الساعه 60 دقيقه والدقيقه 60 ثانيه. الساعه 60 دقيقه والدقيقه 60 ثانيه، يبقى معنى كده عشان احول من ساعه لثانيه من ساعة لثانية أضرب 60 في 60. تمام؟ أضرب 60 في 60. طيب ناخد بقى حاجة سهلة، من كيلو متر المتر، واخد معايا جنى دسوقي. جنى عاملة إيه يا جنى؟ جنى دسوقي سامعاني يا جنى؟ أه سامعاك يا مستر. عاملة إيه؟ من محافظة إيه يا جنى؟ القاهرة. القاهرة، أهلا بيك وبكل أهل القاهرة. يلا يا جنى قولي لي بقى، من كيلو متر المتر هنضرب في كام ولا نعمل إيه؟ من كيلو متر المتر هضرب في 1000. أيوة. برافو عليكي، برافو. قالت لي من كيلو متر المتر يا مستر نضرب في 1000 لأن الكيلو في 1000 متر. طيب إيه الحتة بقى المهمة جدا 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 واللي هيجاوب عليها عبد الرحمن هاني؟ عبد الرحمن هاني قول لي يا عبد الرحمن، لو أنا معاك يا مستر من محافظة ايه يا عبد الرحمن؟ المنوفية. المنوفية، اهلا اهلا بكل اهل المنوفية. قول لي يا عبد الرحمن، لو انا عايز احول من كيلو متر كل ساعة لمتر كل ثانية اعمل ايه؟ ها؟ هنضرب في 5 على 18. برافو عليك، قال لي يا مستر هنضرب في 5 على 18. في يا مستر حضرتك أيوة. كنت قافل عليا الفكرة ايه؟ والله ما كنت قافل يا ياسمين. انت لما خرجت ودخلت ثواني بس، انت حبيبتي لما خرجت ودخلت تاني فكده الزوم اشتغل عندك، كان ممكن يكون في تعليقه لان زمايلك كلهم بيتكلموا، فانا هقفل عليك انت ليه؟ انا مش فاهمه برضه اللي هو انا مش عارفه اجاوب، المايك مقفول. ماشي، ما انا بقول لك بعد كده حتى في اي حصه لما تحس ان انت مش عارفه تدخلي او الصوت فيه مشكله اخرجي وادخلي تاني على طول، هتلاقي الصوت اشتغل معاك على طول. ساعات بتكون في تعليقه فبتتعمل. تمام تمام يا مستر. هسألك، ركزي معايا عشان هسألك سؤال مهم يا ياسمين بعد شوية. تمام. طيب اتفضل، مين بيسأل؟ أنا مصطفى. عايز أعرف تعريف السرعة المتجهة. تعريف السرعة المتجهة، السرعة المتجهة ده لسه في الدرس الثالث. أنت وصلت لغاية الدرس الثالث، بسم الله ما شاء الله. أنت شاطر قوي يا كريم شكلك. ركز بقى معايا يا كريم. أنت شاطر جدا يا كريم. يعني انا متنبئ لك بمستقبل باهر ان شاء الله. يبقى من كيلو متر لكل ساعه لمتر لكل ثانيه بنضرب في 5 على 18. طيب انا هستاذن بس الناس اللي هي مريم وصاصه وعبد الرحمن اللي رافعين ايديهم ينزلوا ايديهم عشان هسال سؤال بس دلوقتي. حد مش فاهم كيلو متر لكل ساعه اتحولت لمتر لكل ثانيه ان احنا ضربنا في 5 على 18، حد مش فاهم ال 5 على 18 دي جت ازاي؟ ياسمين نزلي ايديكي لو انت فاهمه. اللي مش فاهم يرفع ايديه بعد اذنكم، اللي مش فاهم جت ازاي ال 5 على 18 دي يرفع ايديه. طيب برافو، ادهم بيقول لي انا مش عارف، وعبد الرحمن وجنى وباسل تمام تمام، برافو عليك. ركزوا بقى معايا كده عشان نشوف هي جت ازاي 5 على 18. بصوا كده يا شباب، هو انا عايز احول من كيلو متر لكل ساعه لمتر لكل ثانيه، قال لي امشي جزء جزء. يعني ايه يا مستر امشي جزء جزء؟ يعني تعالى الاول هات من كيلو متر لمتر. تقول لي اه يا مستر احنا خدناها هنا يا مستر اهي، ان انا عشان احول من كيلو متر لمتر بضرب في 1000، يبقى اول حاجه كده هتقول لي هنا 1000. لكل دي يا شباب علامه لكل دي معناها على. طيب من ساعه لثانيه، تقول لي اه يا مستر احنا خدناها هنا هي مستر من ساعه لثانيه اللي هي 60 في 60. قال لي تمام، يبقى معنى كده من كيلومتر المتر 1000، من ساعة لثانية 60 في 60، يبقى معنى كده أنا هقسم أو هضرب في 1000 على 60 في 60، بس الرقم ده كبير، لو أنا عملته على الآلة الحاسبة هتلخبط، فقال لي لو أنت مسكت الآلة الحاسبة وكتبت 1000 على 60 في 60 هتلاقي الاختصار بتاعها 5 على 18. يبقى كده من كيلومتر لكل ساعة لمتر لكل ثانية بنضرب
في 5 على ال 18 اللي هي الاصل بتاعها كان 1000 على 60 في 60، اصلها كان 1000 على 60 في 60. طيب لا، لو انا عايز اعكس بقى يا شباب، لو انا عايز احول من متر لكل ثانيه لكيلو متر لكل ساعه، ناخد مين؟ حد؟ بسملة صبري. بسملة صبري، سامعاني يا بسملة؟ عايزة جوة مستر. ثواني، بسملة سامعاني يا بسملة؟ بسملة صبري. تقريبا النت عندها وحش يا مستر. طيب ماشي. واضح ان انت تعرفيها يا ياسمين. لا ما زادنيش ما اعرف. طيب جنى دسوقي، يلا يا جنى قولي لي من متر لكل ثانيه لكيلو متر لكل ساعه اعمل ايه يا جنى؟ هتبقى 5 على 18. ايوه يا مستر بسمله صاحبتي في الجروب. 5 على 18. ثواني، من متر لكل ثانيه لكيلو متر لكل ساعه هيبقى 5 على 18 برضو؟ هلا هتبقى على 5 على 18. هو انا سمعت حاجتين. طب ثواني بقى، هو في حد هيقول لي يا مستر احنا هنحول من صغير لكبير يبقى نقسم، يبقى هتقول لي 5 على ال 18. ده صح، بس دايما يا شباب عمليه الضرب اسهل من عمليه القسمه. دايما عمليه الضرب اسهل من القسمه. فقال لي طب انت لو عايز بدل ما هي قسمه تخليها ضرب، قال لي يبقى معنى كده تضرب في 18 على الخمسه. شقلب الكسر زي ما بيقول. يبقى من متر لكل ثانيه لكيلو متر لكل ساعه نضرب في 18 على الخمسه. 18 على الخمسه. خلي بالكم يا شباب عشان تحل مساله لازم تكون حافظ قانون وعارف الملاحظات زي التحويلات اللي عندنا، لان ممكن لو انت مش حافظ التحويلات دي تلاقي المساله طلعت غلط. هديكم مساله دلوقتي وعايز اشوف الاجابات في الشات. بيقول لك سياره تسير بسرعه 90 كيلو متر لكل ساعه، احسب المسافة التي تقطعها بعد مرور 10 ثواني. سيارة تسير بسرعة 90 كيلو متر لكل ساعة، احسب المسافة التي تقطعها بعد مرور 10 ثواني. يلا عايز اشوف الاجابات كده في الشات، عايز الناتج بس، يعني مش لازم تكتب لي الخطوات كلها، قول لي الناتج كذا، وطبعا اكتب الوحده، مهم جدا الوحده بعد اذنكم. محمد صافي، لا يا محمد فكر تاني. مريم، لا يا مريم الرقم غلط والوحده غلط. ادهم غلط يا ادهم. فكروا يا شباب بالراحه ما تستعجلش. يحيى، لا يا يحيى. بعيد الشباب. مريم، برافو يا مريم، مريم أول واحدة تحل صح. جمانة، لا يا جمانة، فكري تاني. أحمد سعيد، سيد، لا يا أحمد. في حد استنى جاوب برضه صح. تمام مريم لغاية دلوقتي، تمام يا مريم ماشي. أدهم، لا يا أدهم. نخلي بالنا يا شباب، أنا قلت لكم نخلي بالنا من القانون ومن التحويلات، أديني بقول أهو بوضحها. خلي بالنا من القانون والتحويلات، أنت ممكن تكون حافظ القانون بس مش عارف التحويلات، هتلاقي نفسك حليت غلط. فركزوا. أحمد سيد، برافو. دعاء جابت لي رقم غريب ما اعرفش ده جاي منين. عبد الرحمن، لا يا عبد الرحمن. طلعي لي سما، كان زمانك بدل ما قعدت تكتبي ده كله كنت تكتبي لي الناتج، اعملي على الاقل حسب الخطوات بتاعتك وطلعي لي الناتج في الاخر. طيب تمام يا سما، برافو.
تمام ماشي، يلا يا يحيى اشتغل يلا. باسل؟ لا يا باسل ناقصة. لو سمحت يا أستاذ، اتفضل يا استنى أنا كريم. بحل المسألة. والله أنا مستنيك يا كريم، أنا مش هقدر أتكلم غير لما أنت تجاوب. ثانية واحدة. ثانيتين كمان ولا يهمك. ياسمين؟ لا يا ياسمين، أنت جايبة الأرقام دي منين يا ياسمين؟ أنت جايبة رقم غريب أوي يا ياسمين. محمود فارس؟ الله يا محمود. أدهم؟ لا يا أدهم. اه يا شباب دي مسألة سهلة والله، مسألة سهلة جدا جدا مستر لو جدا. سمحت انا كنت بكتب في الشات بس هو مش راضي يبعت، ليه مش عارف. دوسي استني. انت مين؟ جنى سوي؟ لا جنى كتبت صح وطلعت صح. طب تمام، ممكن بس الاسم ما كانش ظاهر عندي بس ظهر. طب شكرا. العفو يا جنى. دعاء محمد؟ تمام. طيب تعالوا كده نشوف هنحلها ازاي. بمنتهى البساطة الشديدة يا شباب، أول حاجة هو هنا عايزك تجيب المسافة، طبعًا بالراحة جدًا كده الأول تعمل لي مثلث وتكتب لي يا هنا مستر فوق. قبل ما تحل أنا حليت صح ولا غلط؟ ثانية واحدة هشوفك، عارفة لو حليتي غلط بعد ما وقفتني يعني غلط غلط غلط. بسملة؟ تمام يا بسملة. طب ركزوا معايا يا شباب، هو عايز المسافة، هنقول له فيه فيه بتساوي عين في زين، تمام يا مستر. عين بكام؟ السرعة بكام؟ طبعا هتلاحظوا يا شباب هنا ان انا عندي مشكلة، بيقول لك 90 كيلو متر لكل ساعة وهنا 10 ثواني، ما ينفعش يبقى هنا في ساعة وهنا ثواني، يبقى لازم احول. فأول خطوة هعملها أقوم واخد ال 90 دي ضاربها في 5 على ال 18، طبعا 90 في 5 على ال 18 ب 25. وبعد كده بقى انزل اعوض تحت، هتبقى السرعه 25 في الزمن بتاعنا اللي هو 10، طبعا لو ضربت 25 في 10 هيطلع الناتج بتاعك 250 متر. يبقى كانت المشكله عندي يا شباب في المساله دي ان هو مديني السرعه كيلو متر. حاضر، ما انا بقول لك اهو هي المشكله عندي، المشكله عندي يا عبد الرحمن ان هو مديني السرعه كيلو متر لكل ساعه ومديني تحت الزمن 10 ثواني، فبالتالي كان لازم ال 90 اللي فوق دي احولها الاول، ان انا اضرب ال 90 دي في 5 على ال 18 فطلعت فيها ال 25، بعد كده اضرب ال 25 في 10 هيطلع الناتج معايا 250. طيب دلوقتي عشان فاضي اقل من دقيقه والزوم هيقفل، هنخرج كلنا وندخل مره ثانيه، ندوس على اللينك مره ثانيه عشان خاطر هبدا اتكلم على السرعه المتوسطه والسرعه النسبيه، وخصوصا ان انا عارف انها بتعمل لخبطه كتير. فهنخرج دلوقتي عشان الزوم ما يقفلش في وشنا وبعد كده نرجع مره كمان. يلا اشوفكم بعد اقل من دقيقتين. السلام عليكم يا شباب، سامعيني؟
ارحب بكم مره ثانيه، سامعيني؟ عليكم السلام يا مستر. الصوت واضح عندكم يا شباب كلكم؟ تمام تمام ماشي. تعالوا بقى تمام، تعالوا بقى دلوقتي يا شباب هنبدا نتكلم على السرعه المتوسطه والسرعه النسبيه. خلي بالنا جدا 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 من مسائل السرعه المتوسطه والمسائل بتاعه السرعه النسبيه عشان بتعمل لخبطه، مع ان والله الموضوع بسيط جدا جدا جدا، بس هو محتاج شويه تركيز مش اكتر ولا اقل. تعالوا كده نركز مع بعض. طبعا دي المساله اللي احنا كنا لسه حلينها من شويه. تعالوا بقى كده نشوف. مستر المايك مش عايز يفتح يا جماعه، والله اللي عنده مشكله في المايك ممكن يخرج ويدخل تاني هيلاقي المايك اشتغل معاه، ما فيش اي مشكله خالص. بما ان الناس كلها بتتكلم يبقى معنى كده هو بتبقى المشكله عندك انت، فافتح واقفل تاني وخلاص على كده. لو سمحت استاذ على سؤالي. اتفضل، سؤالك بيقول ايه؟ عايز احسب المسافه والسرعه، يعني عايز تعريف التحكم. تعريف السرعه المسافه المقطوعه خلال وحده الزمن، ده تعريف السرعه. تمام؟ هناخد هتاخد مش سامعك بتقول ايه معلش؟ هناخد السرعه المتوسطه. هناخد دلوقتي بقى السرعه المتوسطه. تمام، نركز بقى مع بعض كده. السرعه المتوسطه ايه بقى؟ السرعه المتوسطه ديت، قال لي السرعه المتوسطه ديت هي ناتج قسمه المسافه الكليه على الزمن الكلي. ناتج قسمه المسافه الكليه على الزمن الكلي. طبعا احنا في جزء قبل السرعه المتوسطه ده بس احنا عديناه عشان هو ما بيجيش عليه مسائل، بس طبعا هو جزء مهم اللي هو السرعه المنتظمه والسرعه الغير منتظمه. طبعا المنتظمه ان الجسم بيقطع مسافات متساويه في ازمنه متساويه، والسرعه الغير منتظمه ان الجسم بيقطع مسافات متساويه في ازمنه غير متساويه او العكس. طبعا ده اللي هو المنتظمه والغير منتظمه. اللي بعد كده العلماء طبعا احنا قلنا ان السرعه المنتظمه يصعب تحقيقها لانها بتتغير حسب احوال الطريق. وبعد كده اتكلمنا قلنا ان العلماء بداوا يحطوا مصطلح جديد اللي هو السرعه المتوسطه اللي احنا هنتكلم عنها دي دلوقتي لوصف السرعه الغير منتظمه. يبقى المصطلح يا مستر ادينا سؤال على السرعه المتوسطه. والله هدي سؤال يا كريم. حاضر حاضر ما تقلقش. يبقى معنى كده يا شباب ان السرعه المتوسطه دي بتستخدم لوصف السرعه الغير منتظمه، بنستخدمها مع السرعه الغير ايه؟ منتظمه. طيب تعالى كده نفكر مع بعض. لو انا قلت لك كده السرعه المتوسطه القانون بتاعها ايه يا مستر؟ طبعا من التعريف، التعريف عندي فوق بيقول لك ناتج قسمه المسافه الكليه على الزمن الكلي. يبقى معنى كده السرعه المتوسطه بتساوي المسافه الكليه على الزمن الكلي. المسافه الكليه على مين يا شباب؟ على الزمن الايه؟ الكلي. وطبعا بنرمز للسرعه المتوسطه بالرمز عين شرطه، وده عشان افرقها عن السرعه اللي احنا كنا بنتكلم عليها قبل كده. والوحدات بتاعتها هي يعني معنى كده ان السرعه المتوسطه يا اما متر لكل ثانيه يا اما كيلو متر لكل ساعه، طبعا دوت على حسب الوحدات بتاعه المساله. تعالوا ناخد مساله بقى كده مع بعض. يقول لك مثلا ايه؟ قطع إسلام بدراجته 600 متر في دقيقة. قطع إسلام بدراجته 600 متر في دقيقة، ثم قطع 720 متر في الدقيقة الثانية. يجي بقى يقول لك احسب السرعة المتوسطة. رقم واحد الدقيقة الأولى، عايزين نحسبها في الدقيقة الأولى. رقم اتنين الدقيقة
الثانية، ورقم ثلاثة الدقيقتين معا، الدقيقتين معا. نبدأ بقى نشتغل كده مع بعض. مصطفى، مصطفى أينشتاين، بسم الله ما شاء الله، ده احنا كان عندنا ياسمين أينشتاين، دلوقتي بقى عندنا كمان مصطفى أينشتاين. يلا يا مصطفى حل معايا كده، اهوت الدقيقة الأولى هتعمل فيها إيه؟ يا مستر تبع جروب أينشتاين. نعم. إيه؟ بقول لك يا مستر تبع جروب أينشتاين، فمميزين نفسنا. أنتوا في جروب اسمه جروب أينشتاين، بسم الله ما شاء الله. أهلاً وسهلاً. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بجروب اينشتاين، وعبال ما يبقى عندنا جروب زويل وجروب كل العلماء. يلا يا مصطفى الدقيقه الاولى. وطه حسين كمان بسم الله ما شاء الله. ايوه يلا يا مصطفى اتفضل. ها الدقيقه الاولى هنقول 600 على 60. تمام. طبعا لازم نكتب القوانين يا شباب، خلي بالكم اللي بيفرق طالب عن طالب إيه إيه، وبيدي ده ياخد درجة وده ياخد درجة أقل، هي كتابة القوانين. فعين شرطة بتساوي فيها على زين، يعني هنقسم 600 على الكام يا شباب؟ على الستين، هتطلع فيها 10 متر لكل ثانية، 10 متر لكل ثانية، ده طبعا اللي هو الدقيقة الأولى. تمام. ناخد يحيى محمد. يحيى يلا يحيى، أنت من محافظة يا يحيى؟ حافظة ايه؟ من أسوان. من أسوان. بسم الله ما شاء الله، بقى معانا الأقصر ومعانا أسوان ومعانا الوادي الجديد والسويس، يا نهار أبيض، إحنا لفينا مصر كلها وإحنا قاعدين دلوقتي. يلا الدقيقة الثانية يا يحيى هتعمل فيها إيه؟ إيه؟ عين شرطة هتساوي؟ إيه؟ عين شرطة هتساوي فيها على زين. برافو، فيها على زين، يبقى كام على كام؟ إيه في الدقيقة الثانية؟ 720. أيوه. على 60. برافو عليك، 720 على الستين. طبعا في ناس كتير، في ناس كتير واحنا طبعا مش منهم الحمد لله، بتتلخبط في كلمة الدقيقة الثانية، ويقول الدقيقة الثانية مستر يبقى 120. لا يا حبيبي، دي الدقيقة الثانية، يبقى هو برضو 60، ما بقولكش دقيقتين، يبقى هي 60. طبعا 720 على هتساوي 12 متر لكل ثانية. شكرا جدا جدا يا يحيى. ناخد مين؟ شهد. شهد حاضر، هقول لك لو سمحت يا مستر. نعم. هتبقى 600 زائد 720 على 60 زائد 60. ما شاء الله عليك يا كريم، بس انا وانا قلت لك جاوب يا كريم، مش تمشي بالدور يا كريم كده تزعل زمايلك، يعني خلي بالك. شهد ايه اللي كان عليها الدور؟ شهد هتيجي من المحافظه بتاعتها لغايه الاقصر عشان تتخانق معاك، ماليش دعوه بقى. عين شرطه هتساوي فيها على زين، طبعا هنجمع المسافتين على الزمنين، يعني معنى كده 600 زائد 720 على 60 زائد 60، ففي الاخر هتلاقي الناتج تقريبا طلع 11 متر لكل ثانيه. 11 متر. نعم. ليه ما ينفعش نقول 600 زائد 720 على 1 زائد 1 اللي هي الدقيقة؟ لا ماشي، طب ما انت هتطلعيها في الآخر، لو انت عملتيها بالطريقة دي هتطلعيها في الآخر متر لكل دقيقة، مش هتبقى متر لكل ثانية. يا مستر حاضر، حاضر يا شهد، بس هجاوب. روان سمعتيني يا روان أنا قلت إيه؟ أيوة يا مستر. يعني هي مش إن هو قطع 600 متر في الدقيقة، يعني هو عايز السرعة بالمتر لكل دقيقة. لا مش شرط، مين قال كده؟ أنا ممكن أحول الدقيقة لثانية عادي، مش شرط إن أنا أخليها زي ما هي دقيقة، أشتغل عادي. هو أصلاً الأفضل التحويل، خلي بالك ليه؟ لأن إحنا وحدات السرعة اللي أنت واخداها متر لكل ثانية، كيلو متر لكل ساعة، ده اللي أنت واخداه. المتر لكل دقيقة دي أو كيلو متر لكل دقيقة ليها بعض الاستخدامات، مش دايماً على طول إن أنا بستخدمها. فالمفروض ان انت عندك دقيقة تحوليها لثواني على طول، ما تسيبهاش زي ما هي. تمام يا روان؟ ماشي يا مستر. تمام شكرا. شهد اتفضلي يا شهد، بتسألي عن ايه؟ مستر هو انا أول مرة أدخل الحصة، فاللي أنا يعني ايه اللي هو ما كنتش منتظمة مع المس اللي أنا كنت باخد عندها هنا في البلد، وهي ما بقتش تدي، فأنا أول مرة آخد. أهلا بيك يا شهد ومنورانا. من محافظة يا شهد؟ أيوه الفيوم. اهلا بيكي ومن كل اهل الفيوم.
منورانا يا شهد. طيب ها مين تاني عايز يتكلم؟ معلش ها مين بيقول ايه؟ 15. نعم يا كريم. عايز احضر دروسك كل يوم الساعة كام كل يوم؟ تابعني ابعت لي على ابعت لي على الواتساب يا كريم على الرقم اللي ظاهر عندك تحت خالص ده، وانا اقول لك الدنيا واقول لك الاشتراكات والحاجات دي كلها، تمام؟ طبعا اظن ان انتوا حضرتوا، اعتقد ان انتوا حضرتوا امبارح مع مستر محمد اسامه، او في منكم حضر انجليزي مع مستر محمد اسامه، وفي منكم حضر اول امبارح برضو مع مستر محمد سمير في الدراسات الاجتماعيه. ربنا يخليك يا مصطفى. مصطفى بيقول لي والله يا مستر شرحك جميل. ربنا يخليك يا مصطفى، انتوا اللي اجمل، وانا مبسوط بكلمه اينشتاين وحاجات دي كده، يعني حمستني يعني. وان شاء الله بكره هيبقى عندكم حصه لغه عربيه باذن الله تعالى مع مستر محمود كرم، ويوم الخميس ان شاء الله باذن الله تعالى هيبقى معاكم عندكم حصه رياضيات مع مستر احمد امين الفيومي. ده من مدرس رياضيات بيقدم الرياضه في تلفزيون الوفد، قناه الوفد تي في. وطبعا برضو يعني ممكن تكونوا شفتوني انا قبل كده موجود معاكم في الاسكوله، وموجود معاكم في قناه الوفد برضو. ومستر محمد اسامه موجود في الاضواء وفي الوفد وفي الاسكوله. فالحمد لله يعني احنا مجموعه كده مع بعض بنحاول ان احنا ننقل لكم الخبرات بتاعتنا والعلم بتاعنا، وان شاء الله يعني تستفيدوا مننا كلنا باذن الله تعالى، ان شاء الله يعني باذن الله. طيب دي كده اللي هي المساله، ده كده المساله. تعالوا بقى هديكم مساله ثانيه وهشوف، ربنا يخليك يا يحيى. تعالوا نشوف مساله كمان، وعايزه تركيز 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 رهيب عشان خاطر اللي هيجيبها فعلا يبقى بسم الله ما شاء الله يعني معدي بقى في حته ثانيه. عايزين نبدا بقى نسمي الدكاتره والمهندسين بتوعنا، نشوف مين فينا هيطلع دكتور ومين مهندس. ركز كده بقى في المساله دي، بيقول لك ايه؟ احسب السرعه المتوسطة، احسب السرعة المتوسطة إذا تحرك شخص في مسار دائري طول محيطه 300 متر وقطعه 10 دورات متتالية في 3 دقائق. عايز نجيب السرعة المتوسطة لشخص اتحرك في مسار دائري محيطه 300 متر وقطعه 10 دورات، عمل 10 دورات متتالية في 3 دقائق. فعايزين نجيب السرعة المتوسطة. ناخد مين مين اللي عارف كده يرفع ايديه؟ معانا يحيى رفع ايديه، ومصطفى وبسملة ودعاء وياسمين عبد الرحمن. نفسي اعرف مين اللي عامل شرطه ده، اسمه ايه اللي عامل لي صوره بحر وشمس ده وعامل لي شرطه؟ اسمك ايه او اسمك ايه؟ ها انا عارفك انت رفعت ايديك، اسمك ايه او اسمك ايه؟ كلميني. طيب ولا مش عايزين تقولوا اسمكم؟ ناخد مين بقى؟ ناخد مريم. يلا يا مريم. مريم ايوه يا مستر. انت كنت معانا ولا لسه داخله؟ كنت معانا قبل كده في ال انت كنت كاتبه اسمك بالعربي؟ وحولتيه لانجليزي، بتلخبطيني يعني، بتحسسيني ان انت حد جديد، صح؟ ماشي. يلا يا مريم جاوبي. السرعة المتوسطة بتساوي المسافة على الزمن. عين شرطة هتساوي طبعا المسافة الكلية، المسافة الكلية على الزمن الكلي، تمام. يلا هات، هتساوي كام بقى؟ المسافة 300 اللي هو محيط طول المحيط في 10 دورات. برافو عليك. قالت لي هنا يا مستر المسافة 300 في 10، ليه يا مستر؟ قال لي لأن هو الدايرة طولها طول محيطها 300، بس هو لفها 10 مرات، يعني قعد يلف مره 2 3 4 10 مرات. طبعا احنا بنجيب المسافه الكليه، يبقى قالت لي هضرب ال 300 في 10، تمام. على الزمن بقى كام يا مريم؟ 3. 3 بس؟ ممكن نحولها لدي نضربها ب 60.
تمام، برافو عليك. ممكن تحولها لثواني تتضرب في 60، او هي ممكن تكون عايزه تطلعها متر لكل دقيقه، هي مش هتفرق معايا، بس انا دايما يا شباب بقول الافضل الافضل التحويل، ان احنا نحول الدقيقه لثانيه. فبالتالي لو انا ضربت، لو انا كتبت كده 3 في 60 عشان احول الدقيقه لثواني، طبعا 300 في 10 هتطلع 3000 على 3 في 60 اللي هي 180. حد معاه آلة حاسبة يقدر يحسبها لنا بسرعه؟ 3000 على 16 و6 من 10 طبعا متر لكل ثانيه. في حد مش فاهم المساله دي اتعملت ازاي؟ مستر. ناخد بقى، نعم اتفضل او اتفضلي. انا حليتها لوحدي بس عملتها متر لكل دقيقه، طلعت 1000 متر لكل دقيقه. ماشي تمام، مفيش مشكله، ما طلعت 1000 متر لكل دقيقه برضو، هي مش غلط. وزي ما قلت لكم انا بس كل الموضوع ان احنا بنحب ان احنا نحول، لان زي ما قلت لكم احنا الوحدتين الاساسيتين اللي احنا شغالين عليهم متر لكل ثانيه، كيلو متر لكل ساعه، دي الوحده. دي الوحدات الاساسيه. نعم اتفضل. انا عندي مثال للسرعه المتجهه المتوسطه. اتفضل. يتحرك شخص بدراجه مسافه 300 متر خلال دقيقه، ثم تحرك مسافه 420 متر خلال الدقيقه التاليه، احسب سرعته المتوسطه. طيب هتجمع ال 300 مع ال 420 على 60 زي 60، احنا لسه حلين مساله زيها يا كريم، وانت حليت كمان معانا. طب تعالوا بقى ناخد اخر جزئيه عندنا في الدرس يا شباب، اللي هي بتتكلم عن حاجه اسمها السرعه النسبيه. وخلي بالكم السرعه النسبيه دي انا بشبهها بواحد كده، انت واقف قدامه راح مديك قلم كده على وشك اليمين، فانت رحت كده فراح هو مديك قلم على وشك الشمال يرجعك مره ثانيه. تحس كده ان انت بتاخد قلمين كده في وقت واحد، تحس ان انت مش فاهم اي حاجه خالص في الاخر. طب ايه موضوع السرعه النسبيه ده يا مستر؟ قال لي السرعه النسبيه دي سرعه جسم بالنسبه لمراقب. سرعه جسم بالنسبه لمراقب، مين المراقب ده يا مستر؟ المراقب ده شخص بيراقب العربيات، زي مثلا الرادار اللي بيكون موجود على الطريق. وهنا قال لي السرعه النسبيه بتختلف حسب حاله المراقب. بمعنى ايه؟ قال لي انا عندي ثلاث حالات للمراقب. اول حاله ان المراقب بتاعنا يكون ساكن، ساكن يعني واقف في مكانه، زي مثلا شخص بيقف على الرصيف، ففي الحاله دي بنقول المراقب دوت مراقب ساكن، فبيراقب بقى الطيارات، بيراقب العربيات، بيراقب القطارات، ايا كان الحاجه اللي هو بيراقبها. فقال لي بقى لما يكون المراقب بتاعك ساكن فان السرعه الفعليه تساوي السرعه النسبيه. يعني قلت لك مثلا قطار يتحرك بسرعه 70 كيلو متر لكل ساعه، فكم تكون سرعته بالنسبه لمراقب يقف على الرصيف؟ قال لي طالما المراقب واقف يعني ساكن، يبقى النسبيه هي هي الفعليه، يبقى ده ماشي ب 70، يبقى برضو النسبيه هي كمان 70. طب لو عايزين بقى، لو قال لي المراقب ده متحرك في نفس الاتجاه، قال لي نفس الاتجاه دي نطرح السرعتين من بعض. يعني لو انا قلت لك ده 70 وده كمان 50، قال لي اطرحهم من بعض يطلع الناتج مثلا 20 كيلو متر لكل ساعه. بس هتبقى مستر المسافه بينهم يا مستر، معلش عيد الاولى اللي هي الساكن. حاضر. طيب ياسمين طلبت مني الساكن، وفي مين شهد طلبت مني، او في حد تاني شهد؟ يا مستر هو مثلا لما يمشي في نفس الاتجاه الحاكم والسياره يمشي في نفس الاتجاه، مش هتبقى حركه صفريه؟ لا، هتبقى صفريه امتى يا شهد؟ ده اللي انا كنت لسه هقوله، ان لو كان السرعتين زي بعض نفس السرعه، نفس السرعه، ان مثلا لو ده 70 يا شهد، اهو ثانيه واحده كده، لو ده 70 وده كمان 70، يبقى في الحاله ديت هي صفر. تمام؟ انما لو السرعه مختلفه يبقى هتكون اقل زي ما احنا شايفينها. طب ياسمين، اول حاله ياسمين انا قلت المراقب ساكن، المراقب ده بيكون ساكن، لو قال لك المراقب ساكن يبقى معنى كده النسبيه هي هي الفعليه، يعني انا قلت لك تحرك قطار بسرعه 80 كيلو متر لكل ساعه، فكم تكون سرعته بالنسبه لاحمد او محمود او ايا كان يقف على الرصيف واقف اهو، يبقى هي هي ال 80 اللي هو مديها لك في المساله. تمام يا ياسمين فهمتيني؟ تمام يا مستر.
تمام. طيب وهنا في نفس الاتجاه زي ما اتفقنا كده بنطرح، وطبعا طالما طرحت هتلاحظ ان السرعه النسبيه اقل. دعاء في المايك عندك معلش يا دعاء عشان في دوشه. هتلاقي ان السرعه النسبيه قلت عشان احنا طرحنا. فانا ممكن اقول لك متى، سؤال اهو ركزوا يلا وهتجاوبوا لي عليه، متى تكون السرعه النسبيه اقل من الفعليه؟ امتى النسبيه تكون اقل من الفعليه؟ ها مين عارف؟ عندما يتحرك المراقب في نفس اتجاه الجسم. عندما يتحرك المراقب في نفس الاتجاه وبسرعه مختلفه، تكون السرعه يا مستر معلش كنا عليك المفروض يا مستر كنا كتبنا في اللوحه المفتاح هو جاوب ليه؟ معلش معلش هو حب يجاوب عشان انا سالته من شويه تقريبا وما جاوبش، فهو حب ان هو يثبت نفسه ان هو موجود. معلش حقك عليا يا ياسمين. طيب عكس بقى الاتجاه يا شباب، الف عكس الاتجاه بقى هنعمل ايه؟ هنجمع عكس الاتجاه، هنجمع السرعتين مع بعض. يعني لو قلت لك ده 70 وده 50 هيطلع الناتج بتاعك 120 كيلو متر لكل ساعه، 120 كيلو متر لكل ساعة. فبالتالي هتلاحظوا بقى ان بقت السرعة النسبية اكبر. شايفين كانت الفعلية 70 والنسبية بقت 120، يبقى بقت اكبر. ليه؟ عشان احنا جمعنا. فبالتالي اصبحت السرعة النسبية اكبر من السرعة الفعلية. السرعة النسبية بقت اكبر من السرعة الفعلية. طب يا مستر لو كانوا الاثنين زي بعض، يعني ده 70 وده كمان 70، هتلاقي انك طلع معاك 140. 140 دي يعني الضعف، لان انت كان اصلك 70 بقيت 140، يعني بقيت الضعف. طب ممكن اجيب لك بقى سؤال، متى تكون السرعه النسبيه ضعف السرعه الفعليه؟ يلا اللي عارف يكتب في الشات، متى تكون السرعه النسبيه ضعف الفعلية؟ محمود فارس إجابتك ناقصة. متى تكون السرعة النسبية ضعف السرعة الفعلية؟ مريم برافو يا مريم. دعاء إجابتك ناقصة. محمود فارس تمام يا محمود. أستاذ قول السؤال من الأول تاني. متى تكون السرعة النسبية ضعف السرعة الفعلية؟ متى تكون السرعة النسبية ضعف؟ محمد صافي تمام يا محمد. باسل تمام. يحيى لا يا يحيى إجابتك ناقصة. هاجر تمام يا هاجر. هاجر محمد تمام يا دعاء. بسبب تقارب المسافة. لا جاوب في الشات يا كريم. ياسمين لا يا ياسمين. مصطفى لا يا مصطفى. تمام احمد سيد برافو يا احمد. روان برافو يا روان برافو. شاطرين ما شاء الله. عبد الرحمن تمام يا عبد الرحمن. كمل يا مصطفى. لا يا مصطفى غلط. لا يا يحيى. متى تكون السرعة الفعلية ضعف النسبية؟ سوري النسبية ضعف الفعلية. النسبية ضعف الفعلية. يحيى لا يا يحيى. لا يا كريم. طيب طبعا بتكون السرعة النسبية ضعف السرعة الفعلية، بتبقى النسبية ضعف الفعلية عندما يكون المراقب متحرك في عكس الاتجاه ونفس السرعة. لازم أقولها كده على بعضها، عكس الاتجاه ونفس السرعة، يبقى معنى كده هتبقى الضعف. تمام يا شباب؟ حد بقى عنده، أنا كده يعتبر خلصت اللي أنا عايز أقوله معاكم النهاردة في أول حصة لينا مع بعض. قلنا أهم الملاحظات اللي موجودة في الدرس. حد عايز يسأل أي سؤال، في مشاكل عنده، عايز يقول أي حاجة، يتفضل كده يرفع إيديه. يا ريت الناس اللي رفع إيديها الأول تنزل إيديها عشان لو في حد عنده سؤال يبدأ كده يرفع إيديه وأقول له اتفضل جاوب. يحيى نزل إيدك. مريم مصطفى نزلوا إيديكم عشان خاطر اللي مش اللي عنده سؤال يتفضل يرفع إيديه فأقدر أشوف كده مع بعض. مصطفى نزل ايدك يا مصطفى لو انت ولا انت عندك سؤال.
مصطفى عندك سؤال؟ مصطفى اينشتاين تمام. كريم اتفضل يا كريم، رافع ايديك اتفضل. كريم عايز اسال سؤال على المسافه. اتفضل. ايه المسافه؟ عايز تقول ايه؟ عايز اعرف التعريف بتاعها يعني. المسافه هي ده لسه يعني... في الدرس الثالث، ده لسه في الدرس الثالث، بس انا هقول لك برضو التعريف. المسافه طبعا هي طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم من نقطه البدايه الى نقطه النهايه، ده لو انت بتسال على التعريف. انما لو بتسال على القانون فاحنا ف بتساوي عين في زين، ف اللي هي المسافه بتساوي عين في زين. ده كده اللي هو القانون بتاعه. اتمنى يا شباب ان انتوا تكونوا استفدتوا من الحصه اللي يحيى. اتفضل يا يحيى. لو سمحت يا استاذ. اتفضل يا يحيى. يفضل التعبير عن السرعه غير المنتظمه بمصطلح السرعه المتوسطه. احنا كنا قلناها واحنا بنشرح المتوسطه، انت احنا قلنا في سرعه منتظمه وفي سرعه غير منتظمه، فبنفضل ان احنا نعبر عن السرعه الغير منتظمه بمصطلح السرعه المتوسطه. تمام. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الحصه اللي احنا عملناها النهارده، وانا كنت سعيد جدا 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 بالحصه النهارده. وربنا يعزك يا مصطفى. نعم اتفضل او اتفضلي، مين اللي بيتكلم؟ مستر انا عاوزه اتجه. نعم يا روان. مستر ايه حصص حضرتك امتى؟ بصوا يا جماعه، احنا 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 يعني احنا اكاديميه اللي هي اسمها اكاديميه خليك الاول، احنا بنشتغل حصص اونلاين. احنا شرحنا الاسبوع ده، احنا بنوريكم يعني بنشرحه مجانا بدون اي رسوم وبدون اي اشتراكات. ابتداء من الاسبوع اللي جاي او ابتداء من شهر 10 بتكون في اشتراكات. هتتواصلوا لو انتوا عايزين تعرفوا الاشتراكات وطريقه الانضمام للاكاديميه. عندنا في رقم تحت هو اللي ظاهر قدامكم دوت، اللي هو الرقم بتاع الواتساب، بتتصل عليه او بتتكلم بتبعت له على الواتساب، بتعرف بتعرف الاشتراكات لو حابب ان انت تكمل ان شاء الله باذن الله تعالى معانا. انتوا حضرتوا دراسات، حضرتوا انجليزي، وبرده الناس اللي ما حضرتش الدراسات وما حضرتش الانجليزي، لو دخلتوا على صفحة قناة، ثواني بس أكمل كلامي بعد كده أقول اللي أنتوا عايزينه. لو دخلنا على صفحة قناة خليك الأول اللي هي على الفيسبوك، هتلاقي المحاضرة بتاعة الدراسات والمحاضرة بتاعة الإنجليزي اللي هم كانوا امبارح، امبارح وأول امبارح. النهاردة إحنا عملنا العلوم، بكرة إن شاء الله هتنزل المحاضرة ديت على الفيس عشان لو حد عايز يتفرج عليها مرة تانية، بس مش معنى كده إن ده هيحصل بعدين. لا هي إحنا بس بنعمل كده أسبوع كده مجانا. بعد كده بكره هيبقى في عندك عربي، وبعد كده ان شاء الله باذن الله تعالى عندك يوم الخميس رياضيات، هيبقى عندك يعني ما شاء الله يعني مستر احمد امين يعني ما شاء الله عليه يعني احسن مني بمراحل كتيره جدا، وهتستفيدوا منه كويس جدا. بعد كده بقى اللي حابب ينضم لينا بيتواصل على رقم الواتساب وبيبدا يعرف النظام والاشتراك والحاجات دي كلها ويعرف المواعيد الكلام ده كله. حد عايز يسال؟ اتفضلوا يا مستر. هو اتفضلي يا ياسمين. تمام اتفضلي اتفضلي شهد. طب اتفضلي عايزه تقولي ايه؟ هو انت يا مستر يعني ممكن اسال وانا خايف سنه رابعه ابتدائي وعايز ارسى يعني، هو مش عارف بياخد عند مين. هو كان دخل في جروب قبل كده على التليفون بتاعك، هو مش عارف بقى بياخد عند مين. هو انت عارف مدرس رابعه ابتدائي للعلوم يعني ولا المادة ايه؟ بتتكلمي على العلوم يعني؟ تمام. هو طبعا هو احنا دلوقتي احنا منهج رابعه معظمنا ما نعرفش عنه لسه حاجه، لانه طبعا منهج جديد بيتغير. فان شاء الله باذن الله تعالى احنا هنحاول باذن الله نعمل لكم فيديوهات على القناه عندنا اللي هي قناه خليك الاول، هنشرح فيها المنهج. فتابعي معايا على القناه وتابعي معايا على الصفحه بتاعه الفيسبوك، بحيث ان انت تشوفي يعني باذن الله لو في اي حاجه عملناها لسنه رابعه باذن الله. احنا بس منتظرين المناهج تنزل وهنبدا نشتغل باذن الله تعالى لسنه رابعه باذن الله. تمام. سمحت يا مستر. كريم اتفضل. عاوزه تعريف السرعه المتجهه. السرعه المتجهه ازاحه على الزمن. ياسمين كنت عايزه تقولي حاجه تقريبا قبل ما شهد تتكلم. حضرتك كان مستر محمود كان قال انه
احمد اسامه سوري كان محمد اسامه محمد اسامه تقريبا كان قايل انه الجروب بتاعي هياخد تقريبا كله مجانا، لانه في رسائل جات لي بره اللي هو ازاي يعني ابعتوا على الواتساب تعرفوا التفاصيل وهتشوفوا الدنيا، يعني ده اللي انا اقدر اقوله لكم، يعني هو الرقم الواتساب ده هو اللي عليه التفاصيل كلها، فانزلوا شوفوا على ابعتوا على الواتساب وتشوفوا. نعم، حد تاني عنده سؤال؟ لو سمحت يا مستر كريم اتفضل يا كريم. بكره امتى حصه العربي؟ الساعه 9، الساعه 9 بالليل يا كريم ان شاء الله. احمد سيد اتفضل يا احمد، اتفضل يا احمد. يا مستر ممكن تدينا اسئله؟ اديكوا اسئله، احنا بس دلوقتي احنا مش فاضل لنا غير 7 دقائق، وفي نفس الوقت احنا النهارده مجرد ان احنا بنتعرف على بعض، ان شاء الله باذن الله تعالى لو لينا نصيب واشتغلنا مع بعض تاني هنتهري اسئله وهنفكر في كل حاجه وهنحل حاجات كتيره جدا جدا جدا، ما تقلقش. تمام، اشوفكم ان شاء الله على خير يا شباب، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الحصه بتاعتنا النهارده، والسلام عليكم. لو سمحت. لو سمحت. نعم. نعم نعم، مين اللي بيسال؟ ها هاي كريم اتفضل. عايز اعرف متى دروس الصف الاول اعدادي، عايز جروب ليه؟ لا مفيش علوم. احنا دلوقتي ثالثه اعدادي بس يا كريم، ربنا يخليك يا جمال. انا كمان كنت سعيد. احنا دلوقتي ثالثه اعدادي بس يا كريم، مفيش اولى. تمام، اشوفكم ان شاء الله على خير يا شباب، يلا السلام عليكم. تمام، عليكم السلام. ربنا يخليك يا دعاء. شكرا يا دعاء، سلام يا شباب، مع السلامه.